مشاهدينا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مع ماريا. نتمنى انكم ان شاء الله تعالى تدخلوا تتبعونا في هذا اللايف كاملين. اذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة اخرى في هذا البث المباشر مع ماريا، مدينة الدار البيضاء. اليوم كنهضروا على بعض الناس اللي كيتغيروا على بعضهم، خصوصا الازواج. مثلا الزوجه كتزوج بواحد الراجل لاباس عليه، عنده الفلوس، فاذا به فاش كيولي مسكين فقير، او لا كيجي افلاس، او لا كيوقع له اي مشكل في الفلوس، فكتسمح في هذا الزوج. بغيت الراي ديال المواطنين المغاربه في بعض النساء اللي كيقوموا بهذا الفعل، يعني بعض النساء اللي كيسمحوا في الازواج ديالهم من بعد ما كي مثلا كيفقدوا المنصب ديالهم، او لا ما كتبقاش عندهم فلوس. اذا نبغي ارى المواطنين المغاربه حول موضوعنا لهذه الليلة. كنتسناكم تدخلوا كاملين باش تقدروا نناقشوا الموضوع، كل واحد يعطي اقتراحاته ونفيدوا بعضياتنا كاملين. يعني شنو رأي ديالكم في بعض النساء؟ ما كنعموش، لأن كاين بنات الناس اللي غير الزوج ديالها مثلا كيفقد المنصب ديالو ولا كيجي إفلاس، فكتر أنها تسبح فيه يعني على ود المال. يا سي احمد امين، سي امين شكرا. ام عابدين، مساء النور. هيثم العراقي، عبد الرجاوي، لامارا، لؤي، مرحبا بكم كاملين. شكري، مرحبا خويا عبد الهادي، السلام. رزاق، رزاق وحيد، تحية لناس الجزائر، شكرا خويا. مرحبا، مرحبا سي عبدو. يعني اي واحد عنده شي اقتراح ولا شي تدخل حول الموضوع يشارك معنا القصة. امين كيقول قضية ديال الفلوس، وما شرحتيش انا مزيان اخويا امين. يعني قضية الفلوس، يعني كاين بعض النساء كيف ما ذكرنا انهم كيسمحوا في الرجال ديالهم فقط على ود الفلوس. يعني كاين بعض النساء اللي كتزوج كتقول لك انا هذا ما بغاش لشكله ولا شكون هو ولا لروحه، باغي علاقة بالفلوس. موضوع شيق، فمرحبا، ناقشوا معانا. سي حسين قاسم، شكرا خويا اسبانيول. دونك اللي بغى يناقش معانا الله يخليكم، فين ناقش الموضوع؟ اللي مبغاش وبغى ينسحب ينسحب، بلا تخسر الهضره بلا داكشي، لان حشومه راه كاين عائلات كيتفرجوا. دونك ما كاينلاش نبقاو نوصلوا لهذا المستوى، الله يرضي عليكم، راه كديو غير في الذنوب. دونك كاين فعلا، حيت كتكون بنت الحر ماشي بنت الاصل. فعلا بنات الاصل راه ما كيديروش هذا الشيء، ماشي بنات الناس، ما بيديهم مبنية على الفلوس فلوس فلوس، وما على بالهمش باللي في الحياة شيء اعظم من الفلوس. اكيد، برافو عليك سي يوسف، متفقة معك 100%. طب معاد، تحياتي لك اختي، كلامك على الصواب، شكرا سي عبدو. شكرا سي اسماعيل. اختي عماد اكو، اختي مرتي سمحت فيا حيت جراو ليا من الخدمه، لا حول ولا قوه الا بالله. خرجتي من الخدمه صافي سمحت فيك، ماشي هي هذه سنه الحياه. نهار الاول فاش كتزوجوا كنشوفوا العدول، كيقول لك واش غتكون معاه في السراء والضراء، واش غتكون معاك في السراء والضراء، يعني بزوجكم مع بعضياتكم. يعني حرام تسمح فيك وحرام تسمح فيها، يعني خصها تبقى معاك، لان خرجتي من الخدمه ماشي خطا ديالك
يقدر تكون في أزمة كورونا، تقدر وقع بزاف د الحوايج. يعني المرأة خصها تكون مع الراجل، واخا ما تكونش عنده درهم تكون معاه. يعني الصبر الصبر الصبر، راه كنقولها دائما، الانسان ملي كيتزوج راه الزواج مسؤولية، ماشي الزواج هو تكوني معاه وانتو جالسين ضاحكين تشربوا قهوة وتدخلوا للدار، ماشي هو داك الزواج. الزواج راه مسؤولية كبيرة، واحترام وتقدير راه اشياء كتير. الانسان راه غلط بزاف. علي كاور كيقول كيقلبوا لك على السبه والمشكل ويدخلوك عند المخزن. زيدوا سولوني انا عندي بحال هذا المشكل. الا بغيتي تشارك معنا خويا المشكل ديالك، حنا في السيما متفقين معاك في هادشي اللي كتبتي. ما هي دي مخلوق، يعني فلوس ماشي هما كل شيء اكيد. 90% ديال المشكل ديالهم الفلوس. تبارك الله على ماريا. شكرا خويا سعيد صغير. المشكل كله في المغرب فلوس. لا غيزون سي بون سي بارلي. فوالا سي رشيد، بوغ سا انا كنهضر معاهم. يعني حشومه انسان يتفرج بلا ما يخسر الهضره. الله يجازيهم بالف خير، واللي خسر الهضره الله يسمح لي، الله يهديهم. ايمان مرحبا. نرجس طماع، ماشي امرأة ماشي بنت الأصل، حيت هي تقف مع راجلها في الضراء والسراء. سي حسن اسمح لي، صح حتى كلكن السراء والضراء. كاينين بنات الناس ماشي كلشي اكيد. خويا حمزه هادشي اللي قلت لهم، يعني ما عممتش البعض اللي كيديروا هادشي. مراتي بنت الناس كتفهمني. جواد بنون الله يخليها لك اخويا، الله يخليكم بعضياتكم. اسماعيل مواطن الله يفرحك، برنامج زوين زدتي زينتي. شكرا اخويا اسماعيل. طيب ناس بزاف هادو كيكونوا ماشي بنات الاصل. بصح ام ادم تحياتي اختي وشكرا على الموضوع. شكرا سي سعيد مفتاح. فاتي جنان حشومة هادشي احترمو، الله يهديهم اختي الله يهديهم. بزاف ديال الاحتمالات، اما فلوس وزيزي حيت كتكون ما مرفوس يخلق السعادة. ما دي عيشة وحدي، عيشة وحدي ما عمر الفلوس كيخلقوا السعادة. خاص التفاهم، يكون تكون راضية بالمكتوب أكيد. الفلوس غير وسخ الدنيا، ملاش قلب ولا إحساس باش تحس بيه. زواج مصلحة بالنسبة ليها أكيد. هو غير راحت قريت لي كومونتير بزاف. يعني كاين اللي كتقول لك يعني غير طمع. فعلا كاين اللي كتزوج بواحد الانسان المنصب ديالو، وهذا هو المشكل. هذه نصيحه لاي بنت، ما عمرك تبغي الراجل المنصب ديالو ولا الاسم ديالو ولا شكون هو. بغيه لروحه، الا كنتي هاد الزوجه تكوني معاه بغيه كما هو. شوفي فيه انه واحد النهار عنده واحد النهار ما عندوش. شوف الراجل انفو، يشوف المرأة انها كتخاف عليه، الى مرض كتبكي عليه كتهز ليه بهبالو بزاف الحوايج. فيعرف هذيك هي المرأة اللي غادي تكون معاه دائما. اما خصك تحذرها وتشري ليها وتبين الفلوس باش تبغيك، هذيك يغسل على يدك وبلا ما تاخدها. هذه نصيحة. سعيد كيقول مراتي هربت مني جات كورونا. الله يحضر السلامة يا ربي. اسماعيل مواطن بغيت نحكي لك مع صديقة ديالي اللي شابة مقاطع. الله يستر يا خويا. مرحبا قولي بغيتي. اسكو تي بو مو فير مونتي بو بارلي. رشيد خويا ما عنديش كيفاش ندير نطلعك، اما تهضر معايا خويا. ان شاء الله نهضر معاك
في الخاص ولا نشوفوا الموضوع نديرو شي حلقة. مرحبا خويا رشيد، هشام ماخير شنو وقع هنا؟ كاين تخرج تخدم باش تعاون الرجل؟ اكيد حسنا كاين عيالات اللي كيخرجوا يعني قادات وتعاون الزوج ديالها وكتكون معاه، ماشي بالضرورة الفلوسية كل شيء. انسان شوف واخا تكون المنصب ديالها هي اكثر منه وخدام شي خدمة عادية ولا كذا، فانسان كيتعاون ولكن كيخص معاه من جلال. الله يحفظك اختي، داكشي اللي كاين. خديجة حجاج، راه الرجال في الاول ملي كيبغيو يتزوجوا ما كيقلبوش على بنات الناس، كيبغيو غير كيقلبوا المظهر. في بعض الاحيان متفق معاك كيديروها، يعني كيبان لك انسان راه شخصية وفي الاخر كيتزوج. لا حول ولا قوة الا بالله. كتبقى بزاف عند البعض، ماشي الرجال كاملين، كاين الرجال اللي كيعرفوا شنو كيديروا وكيمشيو لبنات الناس، كيقصدوا بنات الناس اللي ما غيديروش لهم مشاكل وما غيطمعوش فيهم. حرات فلوس ماشي هما كل شيء. وحدة راه كانت دايرة الخمار، والله نهار مرض الزوج ديالها حيدت الخمار وقع مع الدار الزوافرية، راه داز في شوف تي في يوم الاثنين. لا حول ولا قوة الا بالله، اكثر من دوك القصص كاينين. سلمى، سلام ماريا، كل شيء على الصبر بنادم مقادش، الصبر ما مقادش، متفقة معاك. بيبو ماريا هانية، الحمد لله خويا الله يكبر بيك، واش معقول هاديك ماشي متصلو صح صلاحتها وعدد منهم. دي مشاكل متفشيات بشكل غير مزعوم، تفشيات الطيار بطاج الشيطان الأخرس يعني في القضية. اغلبهم كيتزوجوا على فلوس، فات الجنسية يكون هو عنده فلوس مش مشكل عنده. كاين المرض زوج بيه يمشي كلشي انتي باغصين هاديك العي. سلام خسي، البنات خرجوا عليهم التليفونات. اذا كيف ما استنتجت من التعليق تقريبا، حاولت انني نقرا كل شيء، فاغلبيه كيركزوا على شي حاجه سميتها الطمع. فعلا كاين المراه او بعض النساء اللي كتزوج بالراجل وكتزوج على منصبه، ماشي على شخصه، ماشي على روحه. فاش كيقول واش انت مزوجه بفلان انسان ولا مزوجه بفلان مثلا صاحبه الشركه ولا صاحبه الشركه، تقولي صاحبه ديك الشركه لانها فعلا تزوجت بصاحب الشركه او لا
ضابط او لا استاذ او لا ممثل او لا اي شيء. دونك هاد البنت ملي كتاخد ديك الشخصيه كتاخد غير فلوسها ولا شهرتها ولا شكون ولا اش كيدير في البلاد ولا. هذا هو المشكل ديال بعض النساء المغربيات، فكيكون غير طماع وكيكون يعني اشياء كثيره. فكنتمنى من الله عز وجل انه العيالات الله يجازيكم بخير حاولوا انكم يعني رجالكم تاخذوهم عن حب عن احترام عن موده، خصوصا انك تاخذي الروح دياله. فالروح صعيب انك تبغي الروح تهتمي بيها وتعيشي مع الزوج ديالك قمة السعادة قسما بالله. كاين بنات الناس تهلاي فيها وديريها في عيني طماع قبل التربية. الله يصوب لك اخويا محمد. شنو وقع لك المشكل بالضبط؟ زواج ليلة تدبير عام. علاش الناس داروا فترة الخطوبة؟ يعني فترة الخطوبة كيتعرفوا الناس بعضياتهم، يعني كتشوف يعني الطرفين واش غيتلاقاو مع بعضياتهم واش غيكونوا مع بعضياتهم ولا لا. ودي علاش دارت الخطوبة؟ اكيد غير الطمع ماشي راه الطمع طاعون. راه قالوا الطمع راه طاعون الله يستر. السلام عليكم، بقاو غير الخيناس. حسن حسني شوفي راه ما كاينش معانا. رشيد شافر الروح لزمن هذا لا يهتم بها إلا ملك الموت. إيه والله يدينا في النجا، الله يدينا في الدق، يعني من الآدي وشغل بعضياتنا نكون مع بعضياتنا. فين السلام؟ فين الدين؟ فين الاحترام؟ فين التربية؟ ايوه سي جواد كيقول مرتي عندك 30 سنة ديال الزواج عمرها قليلات عليا الحياة. الحمد لله الحمد لله ان انسانة طيبة الله يحفظها لك. تشوفو اللي بغيتو ان شاء الله باذن الله، تشوف فانت اللي بغيتي تشوف اللي بغيتي تمشيو للحجه ان شاء الله تضربوا بشي حجه فعلا تاركو بجوبي خير وعلى خير. الله يسر لكم الامور. سعاد ام جهدي احلى ماريا في العالم. شكرا لاله سعاد الله يطول عمرك الحبيبه ديالي. تحية للجالية المقيمة بالديار الأمريكية، تحية للأمريكان كامل. محمد راقيب شكرا أخويا مرحبا بك. وإذا كتكون عنده شخصية أخرى وفي العمل أنا شخصية أخرى أكيد. إنسان كيبغي مرة برا يدير الترفيه على نفسه. شكرا بعد راك متبع. العيالة الطماعات والطماع كيقتل الزفاط أكيد. كيقولك
الطماع كيقضي عليك، كيقضي عليك الكذاب. البنات ماشي كيف كيف، اكيد خويا يحيى، يعني كاينين بنات اللي مزيانات وكاينين بنات اللي خايبات، يعني ما كنعموش، حنا كنقولوا دائما البعض. اذا مشاهدينا الكرام، كيف ما كتشوفوا يعني موضوعنا اليوم، الزوجات كيتخلاو على الازواج ديالهم بعد ما كيوقع لهم افلاس، اولا مثلا كيمرضوا، اولا المهم كيفقدوا المال ديالهم. فكنتمنى من جميع البنات اللي جاتكم بخير، خصوصا المقبلات على الزواج، ما تزوجيش باش تسمي مزوجه، الله يجعلك تبقاي بلا زواج، ما تزوجيش باش تسمي غير مزوجه وتحلي في مشاكل وتعدي معاك اسر وتعدي معاك عائلات. دونك يعني ملي غتزوج، تزوج واحد الانسان تبغي الروح ديالو تحترمو وتقدرو، تبغي هو الشخص هو يجلس اليوم يجلس غدا، ممكن في اي لحظه يجلس من الخدمه، خاصها تكون معوله ان هذاك الانسان خاصها تكون معاه واحد النهار. الله يجعلك تشربي الماء وتاكلي الخبز من جوداكم، واللي يوم انا كليت اللحم وكليت الدجاج، وتكوني بخير مع هذا السيد، يعني كيكون الاحترام ماشي كثير. اما الا كنتي غتزوجي غير على الطمع شكون هو وسميتو، فما عمرك غادي دير شي حاجه. فكنتمنى من مشاهدات كاملين يا ربي انه يكون الخير بيناتهم، ونتمنى ان تصبروا بعضياتكم وتكونوا دائما بخير وعلى خير. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، ونتلاقوا ان شاء الله غدا في بث اخر مباشره مع ماريا وموضوع اخر نناقشوا فيه.